كلنا جايين على فكره اساسيه خاصه بمصلحه المستقبل والسؤال المستقبل. استاذ سعيد المساله دي مهمه جدا والله العظيم، سواء بقى حضر الناس او حضرت الناس، المساله دي مهمه جدا لمستقبل مصر. يعني ده يعني جانب مهم للغايه في مستقبل مصر. احنا عندنا يعني التملي فيه شقين اساسيين هم اللي محركين لعبه مصر. شق خاص بالدولة وشق خاص بالمستقبل. هم دول الرافدين الأساسيين اللي بيتحرك من خلالهم المسرح في مصر. طبعاً في حاجات تانية كتير جنبهم، لكن الفعالية الجمالية الحقيقية، التطور الجمالي كله عند المحطتين. فأرجوك تفضل ابتدي. هو طبعاً عشان يعني طبيعة العدد وطبيعة الندوة النهاردة، فهي يعني احنا ممكن نتكلم بالترتيب ونبدأ بالمشكلة وبعد كده نقترح الحلول. اتفضل يا استاذ العيال، لو حضرتك تبدأ ونمشي. يعني لا حضرتك ادي التصور عن ما هو ده اللي احنا ممكن نلخص. كل واحد يلخص المشكلة من وجهة نظره. انا يعني بستثني نفسي لان انا من اسكندرية، فعندي مجموعة من المشاكل جاهزة لان انا بحمل صوت اسكندريه دلوقتي. يعني كنت اتمنى ان يبقى في اكبر عدد من الناس عشان انقل لهم التصور ده. وفي حاجات اعتقد ان هي مشتركه، يعني مش موجوده في اسكندريه بس. الملخص ده انا جبته من مؤتمر اسكندريه للمسرح اللي احنا عملناه السنه اللي فاتت، وكان بيجتمع فيه 23 فرقه ومؤسسه، وقعدنا نشوف ايه هي المشاكل اللي بتواجهنا بالذات في الاربع سنين اللي فاتوا من بدايه الثوره يعني. واقترحنا مجموعه من الحلول الواقعيه اللي هي قابله للتنفيذ. فانا هقولها بس في وهي نفسها هتكون اكيد مشاكل مصر كلها بالظبط، يعني هي هتخرج عن مشاكلنا. بالظبط، عشان كده انا حابب ان انا اقولها كمان. في المشروع بتاع وحده دعم المسرح المستقل، اتكلمنا عنه رشا عبد المنعم. رشا بتقدر تعرضه لنا يعني ممكن حتى ما نعرضش المشوار، نعرض التصور النهائي اللي احنا وصلنا له ده عامل ازاي، لان هو يعني مشروع كامل واخد موافقه مبدئيه من الوزير السابق جابر العصر. فاتفضل يا استاذ معلم، حضرتك تبدا. لا 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 ايه المشكله؟ مش نسمع من رشا عبد المنعم. نسمع من رشا عبد المنعم. احنا عايزين نسمع طيب صوت اسكندريه في الاول. طيب طب ما تقول صوت اسكندريه احنا وصلنا ايه؟ انتوا وصلتوا ايه؟ طيب اولا احنا وصلتوا ايه في اسكندريه؟ وصلتوا ايه؟ احنا وصلنا الاول، المؤتمر ده كان السنه اللي فاتت في شهر سبتمبر زي الايام ديت، وكان يعني بيجتمع فيه مدير المراكز الثقافيه والفنيه والمؤسسات والجمعيات والفرق المسرحيه ومدير البرامج لمناقشه النشاط المسرحي في اسكندريه. المحاور الاساسيه حصر المشكلات والمعوقات اللي بتاثر بالسلب على الحركه المسرحيه، محاوله ايجاد حلول واقعيه للتغلب عليها. عرض المؤسسات والمراكز والفرق الفنيه استعدادها للمساعده والدعم وبالتعامل. وبعد كده كان في حوار مفتوح. بالنسبه للمشكلات احنا حاولنا طبعا يعني اتكلمنا في حاجات كتير جدا، وحاولنا نلخصها او نذكرها في النقط اللي انا هقولها دلوقتي. اول حاجه قله عدد دور العرض، حيث ان العدد الحالي طبق الاحصائيات الحكوميه 5 دور عرض، ده طبعا في اسكندريه. دي اول مشكله. اللي هي قله دور العرض. دور العرض. بيروقراطيه العمل مع القطاع الحكومي الذي يحد من نهوض الحركه المسرحيه، رفض الاعمال المسرحيه من قبل القطاع الثقافي في الدوله، خوفا على خشبه المسرح والاجهزه من التلف، او ان المدير هو الذي يقرر التعاون مع بعض المسرحيين وعدم التعاون مع الاخرين. احنا طبعا في المؤتمر ده دعونا ناس من المسرح الحكومي، بيت فن المسرح اسكندريه، كان استاذ ايهاب مبروك موجود وهو المدير الفني لفرقه اسكندريه، وهو يعني من الناس اللي طرحت بعض المشاكل. قله الوعي المسرحي الخاص بالتعاون مع المساحات لدى بعض المسرحيين، غياب المعلومات وعدم وجود استراتيجيه وخطط واضحه للعمل المسرحي، تحرش الدوله بالكيانات القانونيه الشركات لتوفق اوضاعها لتتبع رقابه الدوله، محدوديه التعاون وانعدام الشفافيه بين المجموعات وبعضها وبينها وبين المؤسسات الحكوميه والمراكز الثقافيه، نقص التدريب على كل المستويات الفنيه والتقنيه والاداريه، عدم وجود قاعده جماهيريه عريضه من الجمهور العادي والمتخصص، قلة مصادر التمويل وتوفير الإمكانيات، وعدم وجود أشكال واضحة للعملية الإنتاجية، عدم وجود تنوع كافي من الأعمال المسرحية المقدمة يغطي الفئات العمرية والاجتماعية المختلفة، تسرب الكفاءات المدربة إلى العاصمة،
المستوى التعليمي بشكل عام وتأثيره على المسرح، نقص دراسات التصوير والدعاء. دي كانت الحصر للمشكلات اللي احنا واجهناها، ويعني اقترحنا بعض الحلول، ما اقدرش اقول يعني ان كلها اتنفذت او معظمها اتنفذ، بس ده كان تصورنا في البدايه. عمل بروتوكولات تعاون بين المجموعه الحاضره والممثله في منظمات المجتمع المدني العامله بمجال المسرح والفرق المسرحيه المختلفه، مكتبه اسكندريه، المراكز الثقافيه